أحبيني أحبيني بلا عقد، وضيعي في خطوط يدي. ضاعت الكلمات في خطوط يده، وبينها تجاورت الحروف وتناثرت بين حبات الرمل وتدثرت بأمواج بحر متحول متغير، أو هو متقلب بين ريشة فنان تهمس عبر ما تبعثه في خطوطها وألوانها وتبوح بما عجزت الكلمات عن قوله. بعثرة صور، بعثرة أحاسيس، أو هي ربما جمع في لغة المفرد، ومفرد تجسده لوحة فنية استلهمت من جمال مدينة الحمامات وسحر شاطئها وشمسها، فكانت محاكاة الواقع للخيال. حينها تتعانق اللوحات وتتداخل في مشهد واحد، فلا أنت تستوعب الإطار ولا أنت تفهمه، فهي نسخ مختلفة بين الطبيعة والواقع والرمز. هي معان متعددة حضرت في الدورة الثالثة للأيام المتوسطية للفنون البصرية بالحمامات. تتوجه إلى جمع أو خلق فرص لقاءات وتبادل بين الفنانين من مختلف أنحاء العالم، ثم خلق أيضا فرص تلاقي وتبادل بين الجمهور وبين الفن بصفة عامة وبين الفن البصري بصفة عامة. 40 فنانا شاركوا في هذه التظاهرة عبر لوحات مختلفة المواضيع، نجحت في جلب اهتمام المارين على حافة الشاطئ والتقاط صور للصور. هو مكان جميل ياسر، واللي أجمل من كل هذا هو تلاقي ما بين عدة أجيال وعدة أنماط من الفنانين. فكرة التظاهرة جميلة ومميزة، فالبحر جميل ونحن نستلهم منه الكثير. علاقة البحر كمان مع المكان اللي هو كمان بيرجع بشدني لفلسطين، وكما قال محمود درويش كيف نشفى من حب تونس، يعني كان مصيب في وجهة نظره فعلا. بعثرة أفكار، بعثرة شعر، بعثرة صور التقطت ورسمت على الطريق في استعارة كلمات. هي صورتي وأنا الحبيسة في إطار، هي صورتي وصورتك وإن اختلفت ألوانها وظلالها، فهي الريشة حين ترسم صورة في البال في القلب في إطار. إلى أخبار أقل جمالا بكثير، فقد قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم إن لقطات فيديو جديدة بثت عبر الإنترنت أظهرت المرأة التونسية الحاملة للجنسية الفرنسية نوران حواس المخطوفة في اليمن منذ ديسمبر الماضي، وهي تناشد الصليب الأحمر والحكومات للعمل على إطلاق سراحها. وأكد صليب الأحمر أن الفيديو لنوران حواس التي تعمل لديه وطالب بإطلاق سراحها. وقد حثت المتحدثة وسائل الإعلام وعموم الناس على الامتناع عن مشاركة الفيديو احتراما لعائلتها.